أنستي سيدتي سادتي، مرة أخرى يسرني أن ألتقي بكم في هذا الفيديو المتواضع لكي نتحدث مرة أخرى عن سلبيات وإيجابيات هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره. قلت حول أريد أن أتحدث عن تمديد مدة الحجر الصحي في بلادنا. هذا التمديد الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، قلت وهذا التمديد سوف يجنب المغرب كارثة لا قدر الله لو تم رفعه يوم 20 في هذا الشهر، في الشهر الجاري، أي يوم 20 ماي. قلت لو أن ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا لازلنا متشبثين بما يجب أن ينتهي في مجتمعنا، ألا وهو قلة الوعي وعدم الثقة في المسؤولين، وكذلك التوكل والتواكل في بعض المسائل التي لا يمكن أن نعتمد فيها على هذا التوكل أو الاتكال أو التواكل، لأن تلك العقليات لم تعتمد على أسس علمية محضة. لا أقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نعم، ولكن هناك خذوا حذركم، هناك لا تلقوا بأنفسكم، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. إذن ثبت أن هناك مرض معدي ينتقل عبر اللمس أو عبر الرداد، الأنف، عبر الأنف والفم، وأعطيت تعليمات يجب تطبيقها ويجب اعتمادها ويجب احترامها، إلا أن هناك بعض المتهورين وهناك بعض أناس لا زالوا يفتقدون الثقة ولا يؤمنون بما يروج، ولا زالوا كما قلت لا يولون أي اهتمام للمسألة. وكذلك السبب في نشر، والسبب الذي سيؤدي بنا إلى ما لا تحمد عقباه لو رفع الحجر الصحي، هو كما قلت عدم الوعي وعدم واللامبالاة والاستهتار بهذا الداء. وكذلك هناك تقصير فيما يتعلق بالتواصل، كما أشار إلى ذلك البروفيسور حسين الوردي وزير الصحة السابق، أن هناك نقص في التواصل. هناك مجهودات جبارة قامت بها وزارة الصحة والداخلية
بما بجميع أجهزتها تحت إشراف جلالة الملك نصره الله. وهناك مبادرة استباقية لاحتواء عدم نشر هذا الوباء، هذا الداء في المجتمع، إلا أن هناك تقصير فيما يتعلق بالتواصل، لأن هناك وسائل التي يجب على الدولة وعلى السلطات أن تشارك في توعية المجتمع، عن طريق لأن هناك شرائح وطبقات في المجتمع، هناك من لا يستمع إلى ما أقول ويعتبره هراء وخرافات ولا أقول شيء، ومن سيؤاخذني أنني ملحد وأنني لا أنتمي وأنني ناقص تجربات وعقل. وهناك كل واحد، هناك دائما لكل فصيلة من المجتمع هناك أناس يستمعون إليهم، ولا يمكن أن يثقوا إلا في تلك الطبقة، هناك طبقات لا تثق إلا في نخبة معينة، هناك مثلا فئة عريضة في المجتمع المغربي لا يثقون إلا في الفقهاء، لا يثقون إلا في الأئمة، لا يثقون إلا في. إذن كما كانت الدولة تستعمل منابر المساجد في خطب الجمعة وفي اللقاءات وفي المواسم الدينية وفي غير ذلك، كما كانت تنشر أفكار وتوعية في الوطنية وفي المسائل الدينية وفي غير ذلك، هناك ذلك يجب على الدولة أن تستعمل الفقهاء وشيوخ الزوايا ومقدمي الزوايا والأضرحة لنشر هذا الوعي لأولئك لمريديهم أو لأولئك الذين لا يستمعون إلا إلى هذه النخبة من الشعب أو من المتدينين في الشعب. هناك من يستمع إلى الإذاعة، وهناك من يستمع إلى المداح، وهناك من يستمع إلى فكاهي، وهناك من يستمع إلى مذيع، وهناك. لهذا يجب أن تعم التواصل والتعريف بسلبيات وبخطورة هذا الوباء بواسطة هؤلاء المرشدين وهؤلاء الذين كما قلت هذه النخب، بواسطة هذه النخب يجب نشر الوعي في الوسط الاجتماعي أو في المجتمع، في الوسط المجتمعي المغربي، لأن هناك من لا يستمع إلى وخزان إلي إذا ما تكلمت، هناك من يأخذ كلامي بنوع من الاستهزاء والاستهتار، وهناك من لا يسمع إلي، لكن هناك من سيسمع لي، هناك من كذلك. كل طبقة يجب أن تشارك، وأن كما قلت كما كانت الدولة أو السلطة تستعمل هؤلاء في نشر بعض، يجب أن تكون كذلك هذه النخب مشاركة فعالة في نشر الوعي وتوعية الناس وحثهم على الالتزام بالحجر الصحي حتى نتمكن من كبح انتشار هذا الوباء. مشاهدين قناة ديالي في اليوتيوب، هنا بغيت نقول عاوتاني أنه هذا التمديد جاء فوقته، وهذا التمديد لو لا قدر الله ما كانش يقدر
التجمعات اللي كيكونوا في المساجد وفي في ليلة القدر في ليلة 27 غتوصلنا لما لا تحمد عقباه، غادي تنتشر فيها هذا الفيروس بواحد الطريقة اللي هي خطيرة. كذلك في العيد هناك في البوادي من يذهب إلى المساجد، تجتمع الناس في البوادي في الجوامع في المساجد، تجتمع الناس في واحد العدد ديال البلايص وتيتلاقاو وتيزور شي شي، وكتكون صلاة الرحم وتيكون اختلاط، وتيكون هنا غادي توقع وغادي يوقع واحد غادي نوسعو في البؤر ديال نشر هذا الفيروس. وهنا تخطات هنا خطات حطات الحكومة واحد لحظة سميتو خطوة إيجابية ملي مددات وخص التمديد، رغم أنه هذا التمديد واخا هذا التمديد صعيب شوية، أنه هناك من لا يستطيع أن كاين اللي ما كيقدرش يصبر، وكاين اللي فرقوا مع عائلته، كاين اللي دار أنا براسي دابا بيني وبين الوالدة تقريبا شهرين ما شفتها، وهي كبيرة 94 عام تبارك الله في عمرها، وما قدرتشها 25 كيلومتر للساحل، ولكن ما كنبغيش نخرج أنا السلطة ولا نخرج دوك الناس للبراجات، نمشي غير جيران واحد السيد الله يجازيه بخير ومن الطوموبيل هو اللي كيوصل ليها المسائل، رغم أنها راه تحتاج إلى عناية، ما بغات تمشي عند خوالي، ما بغات تجي عندي، ما بغات تمشي عند حتى واحد، بغات ديك الدار قديمة هاد البلاد تجلس فيها. إذن هنا كما قلت، إذن هنا مزيان التمديد وخالي هاد، ولكن ما يمكنش ليا، ما كنبغيش أنا نخرج هاد الناس ديال السلطة، ولا يتعرض ليا رجل أمن، ولا يتعرض ليا الخزنيت. الناس كيعرفوني الحمد لله، كنعرفهم، عارفين إني كنحترم راسي، عارفين إني كنشد الثقل، ولكن ما كنبغيش. أنا دائما أعوذ بالله من قلت، أنا ملي كنت كنركب الدراجة الهوائية ما عمر ندزت في الزنقة اللي فيها ممنوع المرور، نركب عليه الدراجة، نركب فيه البيكالا، ما عمرني ركبت. كنعرف الدراري ديال الأمن، ولكن ما خصنيش نحشمو إلا كان مع الرئيس ديالو وكيضرو القانون، ركبت علاش أنا، علاش نخالف أنا هاد القانون، هاد البلاكة تدارت، هاد العلامة التصوير تدارت، ما خصنيش نخالفها. لهذا ما كنبغيش نحرج الناس اللي كنعرفهم وما يحرجونيش. قلت هاد الحظر مزيان يكون، ومزيان هاد الدولة حتى هي وهاد الناس يستعملوا كما كيستعملوا في نشر بعض المسائل وبعض كما تنشر الدين وكما تنشروا لواحد العدد ديال الأمداح والأفكار وهذه وهذه، حيت خص نستعملوا كما قال السي الوردي الله يذكره بخير الوزير السابق ديال الصحة البروفيسور السي حسين الوردي، خص التواصل، كاين مجهود، قامت الدولة بواحد المجهود جبار وزمان جعلت المغرب يفلت من هذه الجائحة بواحد طريقة عجيبة. لهذا خص تكمل بالتواصل. شنو هو التواصل؟ كاينين الناس اللي ما كيتصنتوش ليا انا، انا دابا كيقول كاع هذاك هذا غير حمق، هذا غير مصرصح، هذا كاع ما كيقول والو، هذاك ما فيه الدوش، هذاك ما كيعرفو والو، حيت لا بدا هذه المساله هذه يسمعها اي واحد، كاين الناس اللي غيسمعوني. ولهذا مزيان القنوات الاذاعيه ولكن كاين اللي ما كيتصنتش الاذاعه. لهذا خص الأئمة والفقهاء ديال المساجد والمداحين وشيوخ الزوايا ومقدمي الأضرحة وهاد الناس حتى هما تكلفهم الدولة بتوعية الناس اللي كيتصنتوا ليهم، حيت عندنا طبقات في الشعب، كل طبقة ومن كتصنت استعملوا هاد الناس حتى هما ينشروا الوعي. عوض ما تجيب واحد تقول له زيد صلي ولا تقرا اللطيف ولا زيد قول له الله وحي ودير ليا البروباغندا ودير الفوضى واستهتر، لا سام ليا الله يخليك داك الوقار وديك الهيبه وداك الدين وداك المسائل، استعملها ارشد الناس قول لهم هاد الشائعه راه واعره،
راه ما غادي نردوها بالمعوديات المعوذتين، راه ما غنردوها بسوره الاخلاص، راه ما غنردوهاش بلا حول ولا قوه الا بالله، راه ما غنردوهاش قل لن يصيبنا، لا. هادشي كله كاين، كاين والله، كاين القران، كاين المسائل، كاين القران والرقيه والمسائل كاينه كتداو كتعالج ما هو روحاني نفسي، ما غاديش تعالج ليك المرض العضوي. المرض العضوي لا بد من المختبرات ولا بد من المسائل اللي هي علميه محضه. لهذا خص حتى هاد الناس، كاين اللي كيتصنت غير لذاك الفقيه، كاين اللي كيتصنت غير لذاك المداح، كاين اللي كيتصنت غير لذاك البهالي، كاين اللي كيتصنت غير. اذا هنا خص تكون واحد تضافر الجهود ديال جميع الشرائح وجميع الناس اللي كيتصنتوا لهم هاد الناس. هنا غادي نكتفي في القضيه ديال التمديد ديال الحجر الصحي اللي راه مهمه. بغيت نهضر بالامازيغيه، حتى هي استماد ايتما غير اللي تزيد نبدنا هاتي فولكي اللي خصو يزيد، لان دار رغم كلية طقت العوايد د تيميورين تنضفورين العادات التقاليد اللي نميرات نسكر شقنت شويه راد 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 سيكينت تمرون تضغي لورتكي شكو دارنا نكري غير يدنا صبعو عشرين ونختم زكادي وين نسكر لوزي عاتي لا ما يسكرنا يفول لوز نتي قصرير تا وين سوي دار ويار تا وجا دار فيا ارتيلي نتي توختن المقارنية توختن غوالي ركزن ركزن نسيكي الوبايا غير الجوريكي. اذا ماذا غير خصها؟ غير خصها اي زايد اد ارد نزري يدنا صبعو عشرين دوسل العيد لي غريلي غيك لي سني غلي راه تيلي المقارنة لي غراي غيوقعو نت المشاكل لي صرا دور الزر أتنتي نراه. وكان تقان الدولة أنا الرئاسة قلي دو تنصربي قان نجهد خدمني طبيب نقلي نخدمن البوليس خدمن القياد خدمن القلايف خدمن القازنية خدمن البومبية خدمن الجدرمية خدمن خدمن مدنا كنافوس صحة كافوس كلهم ولا يني خصايا التيلي ومصواد نغض التواصل سي تغرست لي تراس كل السلند شرائح المجتمع غيك لي تستغلو نت تمزقاد وين ديال المقارن ديال المسائل المسائل اللي عضني خصايا غادي تستغلو تا غوسيد غا تسلك من يمدنا شكون الا ما بغيت تصنط نهار الفقيه المسجد الا ما بغيت تصنط نهار شي المقدم الزاويت نهض غير دي خصها كي تنشر وفراك نهض واعي يمدن هاد السن شي شقه غايعيش وريكي غايد العاب يش وريكي غايد غاي اللي راه مرار ستو مسين ولا سمكرو ولا قران تغوصه راه تنرار القران دو سمكرو المسائل ارتدوانت تغوصه اللي كانين روحانيات اللي لانين ديما بنادم وراك دوان طمضون تقيك بالراية فلا استخرت يبي وزارة اتخرت قول هو الله يوريه فلا استخرت الرقية الشرعية تأيقنو لابد الخيوط لابد البنج لابد الدواء. إذن تغوصة اللي كان عضوية زيادة غير دي خصايا أن استخدم مدنا بنيخ قديان إلا ما لداعات خدمت التلفازات خدمت كله إذا ري دان السلكان يمدنا سمدن اللي مسفلين ها الإمام الله الطفوينس ها غاد الطفوينس ها التلفاز الطفوينس ها غير لي غير خصها ستو تلايين اللي كلو لاني من المغرب شكون تا كلو نص العربية الفصحى وكلو نص الدارجة وكلو نص تمازيغ تنسوس وكلو نص تين تل الأطلس وكلو نص تين الريف وكلو نص خصها كلو ما يسنكرد كلو ما ينكر كلو ما دريمك وفراك أي سفراك بدنا نعمل تنميرت أريد فقط هنا أن أقول كذلك يجب علينا أن نتحدث مع الشعب باللغة التي يفقهها نكون شعبويين. أن ابن كيران فاش كيهضر فاش كان رئيس الحكومة بالدارجة اللي كيفهمها المغرب كامل ماشي المغرب كامل إنما اللي كيهضر بالدارجة حيت كاينين الأمازيغ ما كيعرفوش الدارجة ما غاديش نمشي في ذاك السياق ديال رئيس ديال النيابة العامة النبوي اللي قال المغرب كامل كيعرف الدارجة لا الشعب المغربي كامل ما كيعرفش الدارجة كاين اللي كيعرف الدارجة كاين اللي ما كيعرفهاش كاين الأمازيغ ما كي
يقفلوا تقول لا في الدارجه لا في العربيه الفصحى لا في شيء، خصك تهضر معاه بديك اللهجه ديال الامازيغ، ماشي اللغه، اللغه المعياريه الامازيغيه مازال ما كاينه، اللهجه ديال المنطقه. كاينين السوس الا ما هضرتي معاه السوسيه ما كيفهمش اش كتقول، كاينين في الاطلس الا ما هضرتي معاه ما غاد، كاينين في الريف نفس الشيء. اذا خصنا نوصلوا بواحد اللغه اللي كيفهمها الشعب بجميع اللهجات اللي كاينين في المغرب، باش نوصلوا الوعي لهاد الناس وبالناس اللي كيتيقوا فيهم وكيحترموهم وكيديروا بكلمتهم والسلام. تنبيرت.